النهاردة كانت بدايات اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اللي بيعقد في القاهرة برعاية وزارة الخارجية، والمنتدى ده هيستمر لمدة يومين، بيشارك فيه كبار المسؤولين في 35 دولة من بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي عن الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بموضوعات الإرهاب. فعاليات المؤتمر بتشمل الاجتماع التشاوري بخصوص إعادة هيكلة مجموعات عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي اجتماع تاني لمجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون واللي بترأسها بشكل مشترك مصر والولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. اسمحوا لي أيضا سيداتي والسادة أن أعرب عن تقدير مصر العميق لجهود الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى، جهود كل من المغرب وهولندا خلال رئاساتهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، متمنيا لهما كل التوفيق في ظل ثقتنا جميعا في قدرة البلدين على تحقيق أهداف المنتدى في المرحلة القادمة، وبما يعزز جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب الدولي. إن مشاركة مصر في جهود المنتدى منذ تأسيسه عام 2011 تعتبر تجسيدا لإيماننا بأهميته كمحفل تشاوري، وتأكيدا لالتزامنا بدعم كافة الجهود الدولية لتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار من الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما نود أن نعبر عن تقديرنا لجهود مختلف مجموعات العمل بالمنتدى وما أسفرت عنه من تبني العديد من الوثائق الهامة التي تساهم بشكل عملي في تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب. كما أود أن أؤكد دعمنا كذلك لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور المنتدى في المرحلة القادمة، وبما يضمن استمراره كمحفل لتبادل الخبرات وبلورة الاستراتيجيات والآليات اللازمة لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب.